اهلا بكم بقناتكم قناه الونجه جنون بحلقه جديده من لعبه كلاش رويال. بهالحلقه هي السلسله اللي انتم بتحبوها، هي تمكيس البطاقات. كل مره بنمكس بطاقه بنجربها بتشكيله بنشوف شو قوتها وبنحط لها يعني راينا الشخصي قديش من 10. كل واحد بحطوا مشاهدين بكم التعليقات قديش بيعطيها من 10 للبطاقه. هاي البطاقه انتم بتختاروها، مشان هيك بدكم تختاروا لي شو البطاقه الجاي اللي اعمل لها ماكس. هاي البطاقه من السلسله الماضيه بتذكر انه اخر شيء شفت طلع البيبي دراجون هو خياركم، بقى اليوم حيكون تمكيس البيبي دراجون. وكمان بدي اسالكم على حلقه كلاش رويال الجاية، أي بطاقة بتحبوا طورها بالجولد؟ هذا التطوير كتير صعب، عندي هلأ جولد، في عنا خيار إنه الجولم بدفع عليه 15,000 نجمة وبساويه جولد ليفل 2، أو بطاقة جديدة ساويها جولد، أنتوا اختاروا وقولوا لي لشوف. إذا حنحط يوز للبيبي دراجون، حنزله بدل الميجا مينيون بهالتشكيلة، وحعمل له أبجريد. هاي هي الطاقات والأشياء اللي بتحول عليها البيبي دراجون لما يصير ماكس. تعالوا نتفرج عليه شلون. في بعرف كتير ناس بتحبه البيبي دراجون، بتحبه كمان هو اللي نساوي جولد، في معنا ستارز انه لحنا نطوره. قالوا لي شو جعبالكن، وهي التشكيلة اللي حنجرب فيها هاي البطاقة الرائعة والجميلة، ونشوف شو وضعها وشو قوتها. طبعا احنا بتويتش.tv/ونجنجن1 بالبث مباشر مع الشباب كمان اللي سهرانين معنا بتوقيت تقريبا السحور، فترة السحور وهدول الشغلات. زابت قتله للأميرة بهذا الليفل، والله ما بعرف ليفل 10 هي، ما بدي خاطر، حاتركها تضرب شوي، حاتركها تضرب شوي بركي هجمتي بتخلص اللعبة كلها. هلا تقريبا هيك البيبي دراجون حيروح وقت لبين ما يضرب البرنسيس. تمام وحخليه يضرب، والله خليه يضرب. هلا منزل زاب ونزل أرز. يلا 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 يلا، أيوة 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 أيوة، مثل ما توقعنا هجمتنا ممكن تروح تاور يا حبيبي. 1600 تاور، التاور انطحن، التاور راح، التاور اتدمر، التاور ما عاد في تاور. 256 باي باي تاور. واحد من الناس عم بتشاهدنا وعم بتحمس شكله بقلب لعبة كلاش، حنزل القرشرين هون مشان يبعدوا عن بعض، حيموت واحد منهم فورا بس بنكون حمينا التاور، ما في حل تاني، وكسبنا قرشر عايش زيادة. يا حبيبي 256 التاور اليساري، مالي كتير خايف اكل همه. عندي هلا هون حلين بصراحه، فيني يا اما الكسر كوليكتر اكيد عشان مسيطر على الالكسر باللعبه كلها. عندي حلين، يا اما بهجم على التاور اليميني بعدين امتى بدي اخذ اليساري بكل سهوله، او خلينا نعمل شغله اسمها الهجوم الكاسح الماسح. هجوم الكاسح الماسح فانا هاجم من اليسار وهدفي اني اخلص اللعبه، يعني بدي ثلاث تيجان. وبالتالي حتى لو هجم علي من اليمين ما حصده كتير، شوي صده نص صده يعني، لشوف حسب شو حيساوي. بس انا شكله حاسه كانه كسر الجهاز او استسلم، ما بعرف. بنكمل هجمتنا وبنشوف شو حيصير. والله شكله كسر الجهاز. اذا هاشتاج كسر الجهاز وسم الافعى يجري في عروق، هذول هاشتاجات ناس بتعرفها وبتفهم قصدي تمام شو هي وضع. حنكمل هلا الضغط. تمام. واول مباراه لتجربه على البطاقه الماكس البيبي دراجون كانت هي نتيجتها. تعال نشوف المباراه الثانيه شو حتكون نتيجتها. ويلا بما انه عندنا فراغ حنفتح هذا الصندوق نشوف شو في بقلبه. ما طلع لنا شيء، لحالي بركي بيطلع لنا اسطوري يا اخي بيخلينا هيك ننبسط هيك نستمتع ونعيش ونحس انه عملنا انجاز. ولاعب جديد، تعالوا نشوف شو هو، لاعب صيني كوري ما بعرف شو هو. هبلش بكمان هجمة جولم كبيرة، هالجولم جولد ليفل 1، ونشوف هذا الجولم شو حيساوي. إذا عنده هلا هو هجمة على اليمين، منيون بيصدون ولا لا؟ عنده أروز يوقفوا، بتوقع ما عاد بدي صد، على اليمين خلص. حتى لو بدي يروح التاور منه دمج أكثر من هيك بكفي. بدي ركز على الهجمة على اليسار لأنه عندنا البيبي دراجون جاي فرجينا شو حيعمل. إذا لاعب استسلم ورمى المنشفة والبيبي دراجون ماكس ينطلق بقوة ونعطيه بوسات وما بعرف شو عم بيصير. الناس اللي معنا بالبث المباشر شايفين الوضع والحالة، وانتصار جديد ضد لاعب تاني يعني كاسح وماسح ومدمر
هذا البيبي دراجون كان لغاية الآن بس كأنه مو ككرت قوي بل كأنه ككرت يعطي حظ، ما بعرف بيعطي حظ. وإذا انتصار جديد بهذا البيبي دراجون، وكمان مفتح الصندوق لعيونكم، حضل ما أترك فراغ، حضل افتح الصناديق شو ما صار. وإذا بطلع على النكست ليج هلأ في جائزة كمان، وهذا الشيء كتير حلو والله. كلاش رويال بصراحة بعد ما قطعتها فترة وبرجع ألعبها كتير حاسس إنه هي يعني صايرة هيك أحلى شوي من آخر فترة تركت فيها. لساتها ما أنا بنفس الجمالية تبع أول ما اخترعوا اللعبة، ولكن دقيقة شوي، هذا هجمته مزعجة شوي. استنى استنى شوي، شو بيصير استنيت هلا انا. معقول بيبي دراجون والويزرد يعملوا انجاز سوا؟ والله جولم انزل وساعد صديقك. وبيبي دراجون او زاب، ممتاز. يلا يلا بيبي دراجون، بيبي دراجون، بيبي دراجون، انطلق انطلق يا بيبي، انطلق يا بيبي، انطلق يا بيبي. البيبي دراجون يتقدم 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 البيبي يتقدم البيبي، وارشرات دعم، ونحاول نخلص دغري على قاعته بشكل ماسح كاسح. اضربهم، البيبي دراجون عم يضرب، لاحظوا دمجه والله حلو، والله جميل، والله خيار جميل للمشاهدين على البيبي دراجون. شكرا شكرا شكرا، نعطيه بوسات. عم يزقف لنا الخصم، ويا جماعه شيء فظيع شيء فظيع شيء فظيع. وبنحاول نكمل شو هذا؟ اوكي تشيست سبيد اب بوست، شو هذا؟ وات، بس نشوف شو الجائزه، شو يعني؟ You have reached a new league and have been rewarded with a chest speed up boost. اوكي، يعني بيسرع السبيد تبع البوست. اوكي صار في الصناديق تفتح اسرع، فيري جود، حبيتها. بنكمل تجربتنا للبيبي دراجون ونشوف هلا شو حيصير. بدنا لاعب اقوى يطلع لنا او حدا يكون هيك يعذبنا. لهلا ما حدا عذبنا، ما بعرف شو بدي ساوي، يعني ما في شيء بقدر ساوي، ما في شيء باليد حيلة. زاب بتكفي انه ليفل 9 هي الاميرة. نزل جولم، حاول نقضي عليه، ما بعرف شو عم بيصير، ما بعرف شو عم بيصير. ليش هيك فاتحة معنا بشكل فظيع، بشكل فظيع، فاتحة معنا القصص والحكاية بشكل كتير قوي وكتير فظيع. وحاليا الويزردو، يا ويزردو، الويزردو حاليا بده ينزل على اليسار. اوكي المينيونات ياكلوا ضرب الدراغون تبعه. ما عندي زاب للاسف، بس فيني يعني شوي اني حاول وصل. نعم بوصل 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 الاثنين، ما بدي غير الجوليمين الصغار، ما بدي غيرهم. يلا بيبي دراغون بطل الحلقه، نجم الفيلم، رجل الساعه او تنين الساعه، اللي بيحبوا جيم اوف ثرون. هذا الدراغون هذا محبوب، محبوب يا حبيبي الدراغون. دراكاريس دراكاريس، واروز هيك، وترك لي البيبي دراغون تبعي. 1500 كثير حلو الكلام. 1500 ما حنزل اليكسر كوليكتر، ما في داعي، حروح على الانهاء الفوري بس ليصير معي 10 اليكسر، وبتوقع حقدر انهي بهي الطريقه بالانهاء الفوري من هون اتوقع. هو لسه ما استسلم او ما فرجانا استسلام، بس بكل الاحوال حاعمل هيك. حتى لو بده يصد حيكون الصد عليه شوي صعب، ليك بده يصد الزلمه، ما استسلم. واذا نبلش محاولات نهائيه، نعم وصلنا للهدف المطلوب. يلا يلا يلا، تاور 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 يا شباب تاور. والله 500 لسه بده شوي. 500 500 اذا البيبي دراجون هل حيكون بطل الساحه ويقدر لحاله هو وساعد صديقه الويزرد انه ينهو؟ تعال نشوف. يلا 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 يلا، في الزاب جاهزه، الزاب ننزلها. ما في، ما كل ما عم نوصل على القاعده عم بيعمل شيء ليخلينا نلف ونغير طريقنا. طب استسلم يا اخي، خلص هلا انت حالتك بالويل. اذا الارشرات، بيبي دراجون، انهي 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 انهي، زاب، جي جي، نايس. اذا لغايه الان ما في اي خساره، ما بعرف شو، ما
ما بعرف شو بيصير، ما بعرف شو عم بيصير، ما بعرف شو عم بيصير. إذا الوضع ماشي عم بفتح لكم تشيستات بركي بيطلع لنا مفاجأة، بس ما في مفاجأة. الجيم الأخير، تعالوا شوف هذا الجيم، تعالوا شوف هذا الجيم ونحكم إنه هذا هو الجيم الأخير ولا لا، ما بعرف. هنشوف 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 هنشوف. طبعا أتوقع إنه بهذا الجيم هيكون أصعب ولا لا، ما بعرف. للناس اللي كملت الحلقة الأخير، في عنا بهذا الحلقة بطاقتين جوجل بلاي أو آي تيونز. كل عليك لتساوي لتشترك بهذا السحب إنك تكون شاهد الحلقة من أولها لآخرها. فأنت إذا مشاهد الحلقة من أولها لآخرها لهلا أنت داخل بالسحب، مشترك بالقناة وعمل لايك. حسابك اللي شاهد فيه المقطع كامل هو يلي بيدخل بالسحب. مروحة الزاب أنا على اليسار. بهم إذا عطيناه هلا أفضلية رهيبة لهذا الخصم بأنه عطيناه اليسار، بس هل هي شيء كان غلط ولا شيء كان صح؟ بصراحة هو غلط بهالهجوم تبعه، لأنه أنا هخلص اللعبة كلها من على اليمين هلا إذا ما لحق يعمل شيء. ما بعرف شو بده يعمل أساسا، بس هجمتي كثير حتكون قوية من على اليمين وقاضية نوعا ما. والجولم تبعي حتى حينفجر على قاعدته، أتوقع حيقدر يصمد وينفجر على قاعدته. قاعدته بالوقت الحالي عم تبكي، قاعدته عم بتنادي، عم بتقول أنا فين، أنا رايح وين. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا وداعا للقاعدة وجيجي. انتصارات متتالية وصريحة مع الماكس بيبي دراجون. قديش بتعطي بيبي دراجون من 10؟ أنا ما بتفرق معي إذا بتعطيه 1 ولا 5 ولا 10. جاينت تشيست، يا سلام. إذا مع انتهاء الحلقة جاينت تشيست منحطه ليقعد يشتغل، وطلع لنا جائزة كمان. يلا نتركها لبقى، يلا ناخدها هلأ ماشي الحال. جاينت تشيست منخليه أو نتركه بقى 6 ساعات هذا يشتغل بشكل أورجانيك لحاله طبيعي. بشوفه قريبا إن شاء الله. ما تنسوا لايك شير فيفوريت، وكان معكم عمر وينجن 1، ومع السلامة.